لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الإيثار والمواساة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد أن ذكر قبله باب الكرم والجود والإنفاق وجه الخير، ثم ثنى بباب النهي عن البخل والشح، ثم ذكر ما يقابل البخل والشح بهذا الباب العظيم، هو باب الإيثار والمواساة. والإيثار والمواساة لا شك أنها من أعظم مقامات الدين، ولذلك أثنى الله عز وجل على عباده المتقين في كتابه الكريم عندما آثروا بأنفسهم لغيرهم، كما أثنى سبحانه وتعالى على الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. والإيثار هو أن تقدم غيرك على نفسك مع الحاجة، أن تقدم غيرك على نفسك مع حاجتك إلى هذه الحاجة التي قدمت غيرك على نفسك فيها، هذا هو الإيثار. والإيثار إما أن يكون محرما، وإما أن يكون مباحا، وإما أن يكون مستحبا على حسب الأحوال. فالإيثار في الواجبات لا يجوز، الإيثار في الواجبات لا يجوز. ومثال ذلك لو أن هناك رجلين وأحدهما معه ماء والآخر ليس معه ماء، وحان وقت الصلاة، وهذا الماء لا يكفي إلا لرجل واحد يتوضأ به، فهل يؤثر على نفسه ويعطي صاحبه الماء من أجل أن يتوضأ الثاني وهو يتيمم؟ لا، لا يجوز، لأن هذا الماء في ملكك، والآن أنت يجب عليك أن تتوضأ، فلا تؤثر صاحبك على نفسك في هذه المسألة، لأن هذا من الواجبات، والواجبات متعلقة بالنفس، فلا يجوز للمرء أن يؤثر في الواجبات. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الإيثار في المستحبات. الإيثار في المستحبات هذا من العلماء من منعه وكرهه، ومنهم من أباحه، والصواب فيه عدم الفعل إلا عند وجود المصلحة. الإيثار في المستحبات وفضائل الأعمال، مثالها لو جئت متقدما في الصلاة، فالأفضل أنك تدنو من الإمام، فهل تؤثر هذا الدنو لغيرك؟ هنا يقال لا تؤثر غيرك على نفسك، لأن هذه قرب وطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا أثرت غيرك في مثل هذه الفضائل عودته على الكسل والتأخر، لأنه سيجد في نفسه أنه كلما جاء متأخراً سيؤثر صاحبه له المكان ويأتي متأخراً ولا بأس. فهنا كره أهل العلم أنك تؤثر في مثل هذه الحالة، لأن القرب الأصل فيها التنافس وليس الإيثار، إلا إذا وجدت مصلحة راجحة في الإيثار في المستحبات فإنها تكون أولى. ومثالها لو كنت إمام مسجد، ولا شك أن إمامة المسجد قربة وفضيلة، وجاء رجل تتطلع إليه النفوس وتتشوف له الأسماع، فمثل هذه الحالة هل هناك مصلحة في تقديمه للصلاة أو ليس هناك مصلحة؟ نعم، هناك مصلحة. لو جاء قارئ مشهور ومعروف وتلاوته طيبة، والناس الذين في المسجد يتطلعون إلى سماع صوته ولا يأتي إلا نادرا، فهذا لو قدمته للصلاة آثرته في القربة، ولكن هذا إيثاره في مستحب مع وجود مصلحة، فلا بأس بذلك. ومما يدل على جواز مثل هذه المسائل بالخصوص حديث المهدي الذي ينزل في آخر الزمان، ثم يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام، فينتبه المهدي أن خلفه عيسى عليه الصلاة والسلام فيتأخر، فيأمره عيسى بأن يتم الصلاة، فيصلي المهدي بعيسى مع أن عيسى أفضل من المهدي، فتقاس هذه على هذا. ولذلك ذكر
بعضها العلم أن الإيثار في المستحب إذا كان فيه مصلحة ما فيه بس، أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فإنه أقل أحواله الكراهة، لأن هذا رغبة على الخير، والأصل في الفضائل وفي الصالحات عموماً التنافس. فإذا هذا هو الثاني. الثالث أن يكون الإيثار في الأمور الدنيوية، فهذا ذكر بعض العلم أنه مباح، والصواب أنه مستحب. الصواب أنه مستحب لأن الله أثنى على فاعله والرسول فعله صلى الله عليه وسلم. مثالها: لو كنت جائعا ومعك صاحب جائع وليس عندكم إلا طعام يكفيك لوحدك، فآثرت هذا الذي معك على نفسك، فهذا من الإيثار المستحب الذي يحمد فاعله، إلا إذا كان الأمر وصل إلى المهلكة فإن النفس مقدمة، ولكن إذا الأمر لم يصل إلى المهلكة فإن الإيثار في مثل هذه الأمور من أعظم الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب عدداً من الآيات والأحاديث. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الآية نزلت في الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاء المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم من مكة فقراء، ليس معهم مال وليس معهم مأوى، فقابلهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وقابلوهم بالإيثار في كل شيء من أمور الدنيا، فآثروهم في الأموال، بل حتى في الزوجة. يأتي الأنصار فيقول للمهاجر: لو أردت أن أطلق إحدى زوجتي فتأخذ واحدة وتبقى عندي واحدة فعلت. فوصلوا إلى درجة عظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم من الإيثار، حتى أثنى عليهم الله عز وجل في هذه الآية العظيمة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم، ولو كان بهم خصاصة، يعني بهم حاجة إلى هذا الأمر الذي آثروا به إخوانهم. قال: وقال تعالى: ويطعمون الطعام. وهذه الآية جاءت في مدح، في مدح المتقين الذين وعدهم الله جنات النعيم. قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه، يعني يحبون هذا الطعام، ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم فيعطون اليتيم واليسير ويعطون المسكين. ويطعمون الطعام على حبه، نص على الحب، أنهم يحبون هذا الطعام، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال إلى آخر الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني إني مجهود يعني محتاج وفقير، فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض نسائه حتى يجد طعاما لهذا الرجل المحتاج. قال: فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. انظر، بيوت النبي كلها 9 بيوتات ليس فيها إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكم، من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وهذا لا شك أنه حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة، وفيه فضيلة الأنصار رضي الله عنهم، ومنهم هذا الأنصاري. فالأنصار عرفوا بالإيثار، فلا يستغرب منهم مثل هذه الأفعال
العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجهود، يعني فيه جهد شديد من شدة حاجته، فأرسل النبي إلى بعض نسائه: هل عندكم شيء من أجل يضيف هذا الرجل؟ فكل بيوتات النبي ليس فيها إلا ما. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس عرضا ولم يخص أحدا صلى الله عليه وسلم من الصحابة حتى لا يحرجه، فقد يخص رجلا ويحرجه ولا يكون عنده شيء. فعرض الأمر عاما، وفي هذا جواز عرض الضيافة على الناس، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مشغولا أو لا يستطيع أن يضيف، فلو عرض الضيافة على بعض الناس ممن هم من خاصته فهذا لا بأس به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. فعرض الضيافة، قال: من يضيف هذا الرجل الليلة؟ فقال هذا الرجل مبادرا، قال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، يعني إلى بيته، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أكرمي ضيفنا، قال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ضيفه، ولكن إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن تجتهد المرأة في إكرام هذا الضيف. وفي الرواية الأخرى أنه قال لها: هل عندك شيء؟ قال: ليس عندي إلا قط صبياني، يعني ما عندها إلا ما يكفي الصبيان في تلك الليلة. فماذا فعل هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه؟ قال: علليهم، يعني جعليهم ينسون هذا الطعام، وإذا جاء وقت النوم نوميهم. فنومتهم كما أمر زوجها رضي الله عنهما جميعا. فقال لها: أطفئ السراج، أطفئ السراج حتى لا ينتبه الضيف إلى هذا الرجل مع زوجته أنهم لا يأكلان. فأطفأت السراج وأخذ يأكل وهم يريانه أنه يأكلان معه. وهذه فيه فائدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا ضيف رجلا أنه لا يظهر منته عليه ولا يسمعه شيئا يجعله يتضجر من هذه الضيافة، لأن بعض الناس قد يتكلم عن غلاء الأسعار، مثلا غلاء أسعار الذبائح وضيفه عنده، وهذا لا شك أنه ليس من المروءة وليس من الأدب وليس من الضيافة. ولذلك فعل هذا الصحابي مع زوجته من هذا الباب، أن لا يظهروا منا ولا يظهروا أنهم لا، يعني أنه ضيق عليهم في معيشتهم بسبب دخوله عليهم، فأرياه أنهما يأكلان. فلما غدا هذا الصحابي في اليوم الثاني على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي بهذه البشارة العظيمة، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله، يعني عجب استحسان ورضا من الله سبحانه وتعالى، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. لأن هذا الفعل لا يفعله إلا المؤمنين، إلا المؤمنون الخلص الكمل. فبات هو وعياله طاويان، فبات هو وهو وعياله من غير أكل ولا شرب، وآثروا على أنفسهم بهذا الضيف الذي جاءهم في هذه الليلة. وهنا مسألة مهمة وقد مرت علينا في دروس سابقة، وهي: هل يؤثر الإنسان بعياله لغيره؟ هنا يقال: إذا كان هذا شيء عارض فإنه لا بأس، كما فعل هذا الصحابي وقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل عجب الله من صنيعه. أما على الإطلاق فإن الإنسان يبدأ بمن يعود، على الإطلاق فإن الأصل أن الإنسان يبدأ بمن يعود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعود، قال: ابدأ بنفسك ثم ابدأ بمن تعود. ولكن في الشيء الطارئ والعارض لا بأس أن الإنسان يؤثر غيره على نفسه وعلى أهله وعلى عياله. وهذه بعض الفوائد على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.